دلوقتي تعالوا نروح لزميلتنا لمياء حمدين عشان نتعرف منها على ايه اخر اخبار المرور. صباح الخير لمياء. صباح الخير عليك مصطفى، صباح الخير عليكي منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. دلوقتي مشاهدينا تعالوا مع بعض نستعرض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. طيب هنبدأ جولتنا من القاهرة وبالتحديد من كوبري 15 مايو اللي بيشهد سيولة مرورية نسبية، أما الكورنيش في كثافات مرورية بسيطة بتزيد بعد شوية للمتجه لميدان التحرير، كمان في بعض الكثافات للي مكمل لحد المعادي وحلوان. أما طريق الأوتوستراد الاتجاه اللي قادم من مناطق التبين اتجاه مناطق المعادي مغلق وفي تحويل لحركة المرور في اتجاه الآخر أو الاتجاه الثاني. لو رحنا اتجاه كوبري أكتوبر بالتحديد عند منطقة الإسعاف ومنطقة رمسيس بيشهد كثافة مرورية على طول كوبري أكتوبر لحد نزلة غمرة والعباسية. أما المتجه في شارع بورسعيد رايح للشرابية والزاوية الحمراء وحدائق القبة ولحد كوبري السواح والأميرية والعكس في كثافات عند كوبري الزاوية الحمراء هناك ومنطقة الوادي. نكمل جولتنا المرورية ونشوف شوارع محافظة الجيزة في كثافات بسيطة على طريق المحور للي قادم من ميدان لبنان وده بسبب أعمال توسعة الطريق وغلقه في بعض المناطق. أما المتجه لمدينة أكتوبر في سيولة مرورية كبيرة هناك. لو رحنا لمحور صفت بيشهد كثافة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة، لكن لو رحنا اتجاه شارع الهرم هتلاقي أنه بدأت تظهر بعض الكثافات البسيطة في منطقة مشعل، كمان بتظهر كثافات مرورية متحركة شوية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية. وحبينا نعرف حضراتكم أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت عملية غلق كلي لشارع الأهرام وده بسبب أعمال تنفيذ محطة مترو هناك وسط تواجد للخدمات المرورية لمتابعة حركة سير السيارات، والغلق ده من شارع أحمد عبد المحسن وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع سهل حمزة بمسافة ما يقرب من 70 متر لحد 650 متر تقريبا في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة واتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية. وحابين كمان نعرف حضراتكم أن إجراء يعني في بعض أو إغلاق جزئي للطريق السياحي بواقع ثلاث حارات مرورية بكل اتجاه بالتناوب في المنطقة المحصورة من بداية الطريق السياحي وتقاطعه مع الطريق الدائري اللي هو محور المنيب من أعلى طريق المنصورية لحد منتصف المسافة في الطريق السياحي باتجاه طريق الفيوم وطريق الواحات وده بسبب أعمال الصيانة ورفع الكفاءة هناك. نروح لمحافظة الإسماعيلية اللي رايح المحافظة من خلال الطريق الصحراوي، في هناك سيولة مرورية كبيرة جدا وبتستمر من أول القاهرة لحد مدخل المدينة على طول، والمتجه من خلال الطريق الزراعي طريق ترعة الإسماعيلية الطريق ده كويس، لكن بتكون في بعض الكثافات في مدخل عدد من المدن على طول الطريق. أما شوارع مدينة الإسماعيلية نفسها هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة وخصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر أبدا على حركة الطريق هناك. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. من مناطق القناة لجنوب الصعيد ونكمل مع محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافة نسبية. بنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدد من الطرق الرئيسية هناك، في سيولة مرورية هناك وفي بعض الكثافات المرورية على نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كمان كثافات نسبية وفي كثافات كمان نسبية في طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. وأخيرا طريق أسوان الزراع الغربي بيشهد سيولة مرورية. دي كانت جولتنا المرورية ونرجع تاني لمصطفى ومنا نكمل معهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا